خير يا سيد، ايه الموضوع؟ مش خير والموضوع مش عاجبك. ما تلخص جبني الاخر. انا فعلا النهارده كنت هخلص، كنت شق لك ابنك مروان ده نصين. نعم يرحمك، انت اتجننت يا رامي. لسه ما اتجننتش وما تجيبيش سيره امي بدل ما اجيب سيره امك. لا ده انا ماليش في الموضوع ده خالص. لاحسن وعيمانه اللي اطلع على كل جورنون في لبنان واقول لهم ان مدام صافي اديب اجرتني عشان اقتل مدام حبيبه بطار. وخلي بالك الدنيا لما بتضلم كله بتعمي، محدش بيشوف لا كبير ولا صغير. ماشي ماله مروان؟ وانت مالك بيه اصلا؟ ماشي مع ليلى. هو ده اللي حرقك قوي بقى كده؟ دي لولا طلعت دايره على الكل. لا دايره ولا على الكل، لولا دي بتاعتنا، بتحبني انا، واي حاجه جت في دماغك عملتها معايا، ولاش ابنك بس اللي بيرعش لها بفلوسه تحت شهار مجدي اديب. وما انت يا حبيبي مغرم بيها قوي كده، ما اللي عنده معزه يلمها. معاك حق، اللي عنده معزه يلمها. أنا أصلا مش عارف أنا جاي هنا ليه ولا بعمل إيه دلوقت. أنت عارف يا سيد لو حد تاني غيرك عمل اللي أنت عملته ده دلوقتي كان حصل له إيه؟ بس معلش أنت برضو زي ابننا مروان وإحنا اللي مربيينك، عشان كده أنا هنصحك زي مروان بالظبط. ليلى دي بنت مش كويسة، ما وراهاش غير النصايبه بس. أنت نفسك قلت لي إنها كانت بترسم على مجدي قديم. نفرض انك سمحتها واللي بيحب بيسامح، لكن برضه هي بنت مش كويسه عشان تحطها في موقف زي ده، مش قدامي قدام نفسك. عارف يا سيد انت ايه اللي حرقك قوي كده؟ انك مش عارف تحكمها. اقول لك زي مين؟ زي مجدي اديب. سيد انا عايز اسالك سؤال وترد عليا، تحب تبقى عامل زي مجدي اديب؟ معرفش، مش موضوعي. أنا عموما آسف على الطريقة اللي أنا كلمتك بيها دي، ومش عايزك تزعلي مني. بالإذن سيد. لو مش عايزني أزعل بجد خلي ليلى تبعد عن مروان بالطريقة اللي أنت شايفها. أنت عارف أنا بحب دماغك إزاي، واثق فيك كمان، مفيش حاجة بتجلي منك. بقى مرض ان حبيبه لسه عايشه لغايه دلوقتي. حبيبه يا اخويا انت جاي تهددني بفضيحه قتلها، بس انا برضو ست عندي اصل واطلع جدعه معاك، مش انا قلت لك ان انت زي مروان؟ سلام. والله لا اوريك يا ليلى. مدام صافي بالنسبة لي كانت تقول نجاه. أنا لسه عايز ليلى وحالف لأرجعها. تجيلي بقى قايمة، تجيلي نايمة مش مهم. المهم إنها ترجع والسلام. لما واحدة من الشارع تيجي تخطف مجدي عادي، ده ممكن أعديه بمزاجي. إنما لما واحد جربوع زي اللي اسمه سيد يبقى العلاقة ببنت ابني عايزها، ده بقى اللي مش ممكن أسكت عليه. مش حاسس إنه الحبل اللي حوالى رقبتك هيك هيك رايح تيلو إن كان هلا ولا بعدين؟ ما فيك تعمل لي شيء، انت بحاجة لإلي. هيدا رأيك؟ هيدا رأيك؟ سيدنا بتعت الهم يا مازن، أنا وحبيبة عم نلعب، مش رح ينجيك مني إلا الموت، الموت بس! Thank you.
ايه اللي نزلك؟ نفس اللي نزلك حسين الزهار؟ وفي غيره. الراجل ده مش هيسكت على فكرة. عارف احنا نقلبها حريقة. لا 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 منفعش، لازم نهدى شوية. أي حاجة نعملها تبقى مجزرة، وعيلة الزهر ما بتخلص، وديك شفت اللي حصل لنا. يموت الزهر وصوابعه بتلعب. الواد فارق فعلا كان عنده حق، استعجلنا في اللي احنا عملناه، كان لازم نهدى شوية. اللي حصل بقى المهم، نبه عليه زود الرجال عند بيتي وعند بيت حبيبه وعند بيتك، عند اي حته لينا علاقه بيها. خلاص يا مجدي، انت بتتكلم في ايه؟ ده حصل من زمان، اطمن انا مش نايم. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك انت. ايدي يا ابن المتخلفه.